مشاهدينا الأحباء على شاشة ميديان تي في، مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم ساعة المونديال. انتهى مربع الكبار وأفرز لنا في آخر الأدوار فرسان من قارة عجوز لا زالت تحتفظ بشبابها الكروي. في المربع الذهبي حضر الإنجاز والإعجاز، فتغلبت كرواتيا على الذات وخلقت حاضرا مشرقا لجيل يستحق العدل والإنصاف، فيما لم تخيب فرنسا التوقعات وواصلت المسير وعينها أبدا لا تخطئ منصة التتويج. كيف مر هذا الدور وما هي الدروس والعبر؟ الإجابة في حلقة اليوم. وفي الحلقة أيضا مدرب محلي يهدي الوطن تألقا ولمعانا في أرض الدب الروسي، وآخر أجنبي يرحل بخفي حنين دون إضافة تذكر. أهلا بكم، والبداية كما عودناكم في أبرز العناوين. بعد ملحمة كروية تاريخية للكروات أمام منتخب الأسود الثلاثة، خط تاريخ جديد للمونديال وكتب في صفحات النسخة الروسية اسم مودريتش والرفاق كأحد أبطال النهائي الحلم. هذا الإنجاز الذي وصل لحد الإعجاز أعطى للكروات الحق باحتفالات بدأت بالأمس ولن تنتهي إلا بانتهاء المونديال. ومربع الكبار انتهى وبدأ العد التنازلي لملحمة لوجينيكي والفرسان من فرنسا وكرواتيا. فرسان آمنوا بأنفسهم فعبروا غير آبهين بطموح الجيران من قارة أوروبية أبدعت في وقت توارت فيه منتخبات تنتمي لقارات فشلت في مواكبة الركب، فكانت المجموعة وليس النجم السلاح الملهم، وحضرت كالعادة الكرات الثابتة والأشواط الإضافية والأهداف القاتلة، سمات مونديال روسيا منذ أن خطت البداية. وبأطر محلية حطت المنتخبات العالمية الرحالة في الأراضي الروسية بحثا عن لعب أدوار طلائعية. نجح ابن الدار في الامتحان فحضر ثلاثي محلي في مربع الكبار، فيما فشل الأجنبي بتجاوز أول الأدوار باستثناء ربان السفينة البلجيكية الإسباني روبرتو مارتينيز. المدرب الوطني تحت المجهر في حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا. إذن هذه عناوين حلقة اليوم من ساعة المونديال، ولكن قبل أن نغوص في تفاصيل هذه العناوين اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيوف حلقة اليوم. العائد سعيد شيفا نجم الكرة الوطنية سابقا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا الإطار الوطني هشام الإدريسي. هشام مرحبا بك. مساء النور وتحية رياضية لكم مشاهدينا مستمعينا الأعزاء. ترحيب موصول بالزميل في إذاعة ميديان فؤاد الحناوي. فؤاد مرحبا بك. مرحبا بك نوفل، ومرحبا بسي سعيد. سي هشام تورا نجم كرة القدم العربية. أكيد أكيد، ولكن نحن نختار التسميات، احنا بغينا السي سعيد اليوم يكون نجم. لا، بغينا السي سعيد يأخذ صفة الإطار الوطني مع أحد المنتخبات واخدها. أخذتي عملتي في المنتخبات الوطنية، ولكن ديك الساعة باش تكون هذه الصفة الرسمية له سنقول له إطار وطني. سي هشام دابا إطار وطني، يعني لازلت تتعاقد مع الفرق ولازلت تمارس في الميدان، وبالتالي تأخذ هذه الصفة. إذا اعتزلت التدريب ما كاين حتى شي مشكل، نرجعوا نقولوا نجم عرين المنتخبات والأندية الوطنية. الإطار الوطني لابد أن نقوم بتعزية للإطار الوطني إلى الإدريسي اللي وفاته المنية اليوم، يعني إطار نوبة قلبية يعني مفاجئة. هو مدرب حراسنا للجيش الملكي والجمعية السلوية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قضاء الله عز وجل. نتمنى أن لديه الصبر والسلوان وأن يدخل جنان الخلد بإذن الله تعالى. إذن سنقف وقفة تأمل أخرى. قبل أيام كانت تخص المربع أو تخص دور ربع النهائي، ولكن اليوم المراحل يعني تتوالى. وصلنا لمرحلة المربع الذهبي، كان فيه حضور أوروبي 100%، حضور أوروبي توج بتأهل المنتخب الكرواتي ونظيره الفرنسي للمباراة النهائية. قد نقول بأن فرنسا لم تخيب التوقعات، بينما كرواتيا حققت الإنجاز، والبعض يقول بأنه الإعجاز وليس الإنجاز. السي سعيد، وبالفعل لأن المشوار كان صعب خصوصا بعد نهاية يعني مرحلة المجموعة، يعني الظروف التي مر فيها يعني المنتخب الكرواتي تواليا، عدد الدقائق الكبير، لجوء الأشواط الإضافية في ثلاثة أدوار متتالية، لكنه أبان على ذكاء كبير يعني في عملية الاقتصاد، يعني ليكونومي دي فور. شاهدناه أنه في ربع النهائي ونصف النهائي ما تيبذلش مجهود في الساعة الأولى، وابتداء ربما من الدقيقة 90 يعني 60 تنهي المباراة بشكل جيد جدا من الناحية البدنية، وهذا يحسب ربما الكوادر أيضا اللي في الفريق، خصوصا يعني مودريتش وراكيتيتش، تسيير المجموعات، تحكم في الإيقاع،
وايضا جانب من الحظ، لانه امس يعني ربما المنتخب الانجليزي كان بامكانه يقتل المباراه. صحيح. يعني سواء كره هاري كين او كور اخرى، لكن شاءت الظروف. ربما ان هذا الجيل ربما في اخر مناسبه كبيره له انه يوصل وينافس، لما لا يعني ربما، رغم ان مباراه نهائيه سوف تكون صعبه على المنتخب الكرواتي. نعم، قلنا بان الكره انصفت يوم امس، الكره الجميله، لانه بعد خروج بلجيكا كان هناك حسره للانصار ممن لا يفضلون هذا المنتخب او ذاك، ولكن يريدون ان يشاهدوا اطباق كرويه جميله، فبالتالي انصفت من خلال تاهل المنتخب الكرواتي. هشام، نفس الامور التي شاهدناها في دور المجموعات في الدور ثم النهائي ربع النهائي نصف النهائي تكررت، هناك عدد كبير جدا من السمات التي طبعت ربما مونديال روسيا. لنتحدث أولا عن الواقعية وعن الاقتصاد في الجهد، وأيضا نتحدث عن بين قوسين تحراميات كرة القدم أو الخبث الكروي الذي كان حاضرا سواء من طرف الفرنسيين أو حتى من طرف الكروات يوم أمس أمام شباب إنجليز لا يمتلكون خبرة كبيرة جدا، ولكنهم أيضا يطمحون لمستقبل مشرق في قادم المنافسات. أكيد ومن سمات يعني هذه المباريات، خصوصا المباريات الربع والنصف والثمن، اعتقد بانه ممكن كانت اولا للضربات الثابته نسبه للتهديف اكثر. اعتقد بان حسن التعامل مع هذا المعطى هذا اعطى لمنتخبات تاهل يعني كان مستحقا. كان هناك انسداد في اللعب في كثير من المباريات، وبالتالي التجأت الفرق إلى أسلحة فنية أخرى وهي الضربات الثابتة والتي وجدت فيها نفسها وسجلت منها أهداف. كذلك تكلمت عن الخبث، وهذا الخبث هو السمة التي طبعت منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا على حد سواء، بحيث أنه عرف لاعب المنتخبين كيف يدبرون يعني دقائق المباريات وهم يتقدمون في النتيجة، وبالتالي يعني حتى معنويا ربما أحبطوا يعني كل لاعبي المنتخب المنافس. ربما تجربة ودهاء المدربين كان لها كذلك النقطة الفيصل، بحيث أنه يعني ديدي دوشان وكذلك زالاتكو أعتقد بأنهما درس جيدا الخصوم، وبالتالي تعامل مع الوضعيات التي عاشوها داخل المباراة بذكاء وبدهاء، حتى في تغييراتهم كانت يعني إيجابية. نعم. وبالتالي أعطت دما جديدا ونفسا أعطى للمنتخبين تأهلا مستحقا لنهاية الحلم الروسي. نعم، سنعود بالتفصيل لهذه السمات التي ميزت مربع الكبار، ولكن قبل ذلك فؤاد، يعني استكان المنتخب الكرواتي بعد فرحة تاريخية يوم أمس، واليوم واصل التحضير لقمة النهائي المنتظرة يوم الأحد المقبل، وهناك تصريح مفاجئ ومفاجئ جدا من داليتش سنتابعه بعد قليل، يتحدث فيه عن استصغار المنتخب الإنجليزي، الإعلام الإنجليزي للمنتخب الكرواتي، هل كان هذا بالفعل على أرضية الميدان؟ لم شخصيا لم أرى استصغارا، لأن أنت تصل إلى مرحلة الدور النصف النهائي، يعني صفوة المنتخبات أفضل أربع منتخبات في العالم هي التي تبلغ هذا المربع الذهبي، ورأينا كيف أن المنتخب الكرواتي طوال المنافسات حقق ثلاث انتصارات في الدور الأول، وهو ما لم يفعلها المنتخب الإنجليزي، وأيضا تجاوز دور ثاني منتخب الدنمارك، صحيح بضربات الترجيح لكنه تجاوز هذه العقبات، ثم تجاوز عقبة المنتخب الروسي ليبلغ مرحلة النصف. فالمنتخب الكرواتي قدم كرة جميلة، ومنذ ربما منذ فوزه على الأرجنتين قدم أوراق اعتماده رسميا. صحيح. كأحد المرشحين للتنافس على اللقب. إذن لا أظن المنتخب الإنجليزي استصغر المنتخب الكرواتي، ورأينا كيف أن الإنجليز كانوا محظوظين أنهم يسجلوا في الخمس دقائق الأولى، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لمنتخب لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه النتيجة، لم يتمكن من تأكيدها في المباراة ودفع الثمن غاليا. إذن أظن أن المنتخب الكرواتي هو أيضا لم يحترم كثيرا المنتخب الإنجليزي، لأنه رأى كيف شاكس كيف نور خصوصا في الشوط الثاني، وتأتى له تسجيل هدف التعادل. نعم، نتابع المدرب زلاتكو داليتش مشاهدين مستمعين خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، صب جام غضبه على الصحافة الإنجليزية من خلالها، والتي استهانت بقدرات رفاق داليتش، كما وجه أسهم الانتقاد لمنتخب الأسود الثلاثة الذي قلل من احترام الكروات على حد تعبيره. أعتقد أننا نستحق انتصارنا على إنجلترا، كنا الطرف الأفضل خصوصا خلال الشوط الثاني وفي الشوطين الإضافيين، حيث لعبنا بطريقة جيدة، هناك دائما حافز إضافي، احترمنا دائما خصومنا وتوقعنا في المقابل أن يتعامل معنا الخصوم بنفس الطريقة،
ربما المنتخب الإنجليزي والإعلام الإنجليزي لم يظهر احتراما كافيا للمنتخب الكرواتي، وهو احترام نستحقه على الأقل إذا نظرت لقائمة اللاعبين وفي أي أندية يمارسون. ربما كان ذلك هو ما حفزنا أكثر في اللقاء. سيسعيد، المنتخب الإنجليزي والإعلام الإنجليزي لم يظهر الاحترام الذي نستحق. نملك نجوم من العيار الثقيل ولكنهم لم يظهروا لنا ذلك. ما سر هذا الغضب؟ أنت متأهل للمباراة النهائية وقد خلقت كابوسا في ليلة حزينة للإنجليز، فترفع عن مثل هذه الأمور. ممكن أيضا في إطار ربما التهيئة النفسية، يعني ربما رد الاعتبار للاعبيه وتهيئهم من الناحية النفسية هذه المباراة النهائية. لكن بصفة عامة يعني مدرب الكرواتي عنده قصة جميلة جدا، يعني ابتدأ يعني من الصفر، يعني كمدرب فئات سنية في منطقة الخليج، ظروف يعني ساعدته لتدريب نادي كبير وهو نادي العين، وانتهى به المطاف يعني ناخب وطني لمنتخب بلاده وفي نهائي كأس العالم. يعني من القصص الجميلة في عالم التدريب بالنسبة للمدربين الشباب. يعني أكيد، وهو من أصول بوسنية، يعني من البوسنة والهرسك، وسنعود لداليتش، سنعود لعدد كبير جدا من الأطر الوطنية المحلية نقصد التي كانت هناك في مونديال روسيا. ولكن قبل ذلك الأفراح لازالت تتواصل هشام. بالأمس شاهدنا عدد كبير جدا من الصور، سواء تعلق الأمر بالجمهور داخل موسكو أو حتى الجمهور الكرواتي هناك في زغرب، فأفراح مستحقة وليلة كانت أكثر من تاريخية. هل بإمكان هذا الجمهور بعد أوراق الاعتماد التي قال فؤاد بأنها قدمت بالانتصار على الأرجنتين وتسيد المجموعة في دور المجموعات ومن ثم قهر عدد من القوى من هنا وهناك والوصول لهذه المرحلة الهامة، يمكن أن تجعل من كرواتيا وإن كان ذلك سابق لأوانه بطلا للعالم؟ لما لا، ودخول التاريخ من أوسع الباب. وهو ما أظهره يعني منتخب الكرواتي طيلة بداية هذا المشوار يعني المونديالي، يعني يظهر على أنه يعني يستحق أن يكون في المباراة النهائية، حتى وإن كان في البداية لا أحد يعني يعطيه فرصة تواجد حتى في نصف نهائي كأس العالم. إنما هذه المباريات التي أخذها وكذلك المردود الذي تدرج فيه من يعني مستوى إلى مستوى أعلى أعطى للجمهور يعني متنفسا على أن يسند بشكل كبير هذا المنتخب، خصوصا وأنه كان يعني يتوق على أن يرى لأول مرة في تاريخه منتخبه يلعب مباراة نهائية. هذا السند وهذا الدعم سيكون له يعني وقع إيجابي على لاعبي منتخب كرواتيا، وربما أظهره من خلال خصوصا مباراة الأمس، لأنه بكل صراحة شتان بين منتخب كرواتيا في 60 دقيقة الأولى و 60 دقيقة الثانية، لحيث أن المنتخب تغير يعني رأسا على عقب على جميع المستويات. منتخب لعبة يعني أربع مباريات، لا أقول ثلاث مباريات، لأنه لعب 90 دقيقة إضافية أخرى إذا نحن احتسبنا ثلاث يعني مباريات للأشواط الإضافية. جهد كبير بوديل، ولكن كان حاضر هناك القلب والروح، وبالتالي منتخب يستحق أن يكون بطلا إن عرف كيف يعني يتعامل مع مباراته مع منتخب مجرب أكثر ومنتخب فرنسا. وهذه الروح وهذه القتالية فؤاد هي التي أخرجت مئات الآلاف في العاصمة زغرب، يعني عدد سكان لا يتعدى المليون نسمة، ولكن خرجوا بالآلاف واحتفلوا في الساحات، وكانت ليلة بيضاء على غرار باريس حين تأهل المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي. ونتابع الصور، يعني صور جميلة جدا. بالأمس كانت هناك احتفالات تكررت هذا المساء، والجماهير الكرواتية عازمة وعاقدة العزم على أن تحضر إلى موسكو بأعداد غفيرة، أيضا بحثا عن الفردوس المفقود بالنسبة لها والحديث هناك عن تذاكر المباراة النهائية. نعم، هذه كما تحدثنا ربما بالأمس، قلنا أن يعني الشعب الكرواتي مشتاق لمثل هذه الفرحة، أكيد أنه يعيش أفراح مماثلة مع منتخبات كرواتية تحقق ألقاب عالمية كما ذكرنا في رياضات جماعية أخرى ككرة اليد، ككرة الماء أو كرة السلة، لكن الآن كرة القدم هي اللعبة والرياضة الأولى في كرواتيا. فهذا حلم يعني أصبح على مرمى حجر من أنه يتحقق بالنسبة للمنتخب الكرواتي يوم الأحد القادم. ويعني بلغت من العمر عتية ولا زالت تتابع المنتخب. يعني هاد الناس كبار ما كانوش يظنوا في يوم الأيام أن كرواتيا تقدر، يعني بلد كما قلنا حديث يعني الإنجاز، حديث أن الاستقلال ديالو كان منذ 23 سنة أو 24 سنة، فما كناش كنتظروا أنه يبلغ مباراة نهائية في خامس مشاركة ديالو، ويعني تأهل مستحق. وكما ذكرنا ربما دي منتخبات اللي كتلعب بالقلب ديالها، كتلعب بالقلب، كتلعب بالوجدان،
ماشي فقط كرة قدم كتعتمد على المردود الفني أو البدني. هذه الجماهيرية الكبيرة جدا وهذا الخروج يعني زغرب تخرج عن بكرة أبيها، ألم يساهم فيه من وجهة نظركم تألق لجيل ذهبي بالنسبة للكروات؟ ونتحدث عن أسماء لامعة تتألق ليس فقط على مستوى الأداء الفردي ولكن حتى على مستوى الجماعي مع أنديتها، راكيتيتش مع برشلونة والألقاب بالجملة، مودريتش مع ريال مدريد والألقاب بالجملة، أكيد أبرز دوري الأبطال. فحين نشاهد الشيوخ والصغار والأطفال يخرجون فهم أيضا بشكل يعني اعتيادي يتابعون تألق هؤلاء النجوم على مستوى قارة عجوز دانت للكروات شئنا ما بينهم. بالفعل وهو ولادة المنتخب الكرواتي كانت كبيرة يعني منذ الانفصال عن يعني يوغوسلافيا السابقة، في أول تكوين للمنتخب كان يضم أسماء كبيرة يعني سوكر، بوبان، بروزينيسكي، يعني لاعبين يمارسون في أحسن الأندية يعني الأوروبية، ولذلك هذا الجيل يعني كان ربما يود إلى تجاوز يعني ما يسمى بالجيل الذهبي يعني جيل 98. فثقافة كرة القدم في كرواتيا كما قال فؤاد يعني معروفة جدا، هي الرياضة الشعبية الأولى، هناك دائما توق إلى ربما الوصول إلى أبعد نقطة في المناسبات الكبيرة، لكن أظن أنهم ما كانوش يتوقعوا ربما أن هذا الجيل قادر يعني أنه يوصل المباراة النهائية، لكن كما قلنا ربما في إحدى الحلقات أن البطل رغم أننا لا نريد أن نجزم بأنه سيكون بطل يولد يعني أثناء البطولة، أظن أن ولادة كرواتيا بهذه القوة يعني كانت بعد مباراة الأرجنتين يعني أوكي. مباراة الأرجنتين ربما غيرت أشياء كثيرة على مستوى الثقة، على مستوى التعامل مع المباريات، ثقة في التنظيم أيضا، شاهدنا المنتخب الكرواتي ما تي بادرش في البداية المباراة لكن تتحس بأنهم عندهم ثقة لأنهم خصهم غير يتجاوزوا ديك المراحل الصعبة. الأمس كانت عندهم مرحلة طويلة صعبة من المنتخب الإنجليزي، داك الصبر على تحمل أعباء المباراة كأنهم يعني واثقين أنهم ربما من هجمة وهجمتين ممكن نعم. حتى حين يغيب نجم قلنا وهذا ينطبق على المنتخب الكرواتي والفرنسي ولم ينطبق على المنتخب البلجيكي للأسف، حين غاب هازارد ودي بروين ولوكاكو لم يجدوا من يعوض هذا الغياب، ولكن في كرواتيا يعني برزيتش ظهر يوم أمس، مانزوكيتش عاد من جديد ليغازل الشباك، كان عندك ملاحظة فؤاد تفضل. نعم ربما يعني في حي يوم الاحد يتحقق واحد ثوره في كره القدم اذا ما تمكن المنتخب الكرواتي من احراز اللقب، لانه أكيد. سيكون اول يعني منتخب يدون اسمه في هذا السجل اللي هو حصر على يعني مجموعه من المنتخبات اللي هي البرازيل، الارجنتين، الاوروغواي، فرنسا، ايطاليا، المانيا واسبانيا، يعني سبعه دول فقط هي اللي فازت بكاس العالم، ثم اندحار لما يسمى بالبطولات الخمسه الكبرى في اوروبا اللي هي اسبانيا، انجلترا، ايطاليا، فرنسا والمانيا، يعني غادي نشوفوا بطوله صغيره ديال بلد صغير يعني تحرز اللقب العالمي، ولكن تحرز اللقب العالمي لانها هذه الكره صدرت لاعبيها للممارسه في كبريات الانديه في هاد الدول، اي في اسبانيا وفي انجلترا وفي بطولات اخرى وفرنسا ايضا وفي إيطاليا، يعني أن هاد اللاعبين هادو يعني ترعرعوا في كرواتيا، نهلوا الأبجدية كرة القدم في كرواتيا، لكنهم مشوا وطوروا نفسهم واكتسبوا تجربة أكبر في الأندية الأوروبية الكبيرة. نعم نتابع مشاهدينا مستمعينا بعض من تصريحات الجماهير الكرواتية هناك في العاصمة زغرب بعد الانتصار التاريخي للمنتخب الكرواتي على نظيره الإنجليزي. قد كان أمرا رائعا خصوصا الشوط الثاني. لقد كان إحساسا رائعا، فقدت القدرة على الكلام، أود أن أشكر جميع اللاعبين وكذا المدرب زلاتكو من أهلنا لهذا النهائي. أنا مصدوم، هذا أمر جنوني، هذا يحدث فقط في كرواتيا وليس في أي مكان آخر. هشام الإدريسي عندي لك سؤال،
كنت كتهضر مع فؤاد. الاغاني اللي سمعنا دابا في وسط هذه التصريحات لا بعد الحلقه لا والله انا لفت انتباهي يعني اثناء عمليه المونتاج كنسمع وجدت انه الالحان وطريقه الاداء ما كتشبهش الجمهور المغربي في المدرجات خاصه جماهير الانديه الوطنيه في الدار البيضاء في الرباط كيفاش كيادوا تلك الالحان والكلمات بذلك الحماس حتى الحماس الموجود عند دول اوروبا الشرقيه وحتى يعني على سبيل المثال الحصر لا يشبه كرواتيا لا يشبه مثلا بلجيكا وحتى الجمهور الفرنسي بكل صراحه. هو الصراحه هو يعني حتى طريقه المسانده فيها يعني اشياء يعني مختلفه بين بلد وبلد فاعتقد بانه يعني ربما حتى الشعور وانت تسمع يعني بعض الاناشيد ديال الجماهير يعني كتختلف من بلد الى بلد. وكنظن بانه هذه المساله اللي تكلمتي عليها صحيح انه كاين فيها واحد النغمه يعني التي تشبه ولكن كيبقى دائما يعني صراحة الجمهور المغربي أعطاه واحد يعني واحد صورة يعني وضاء على التشجيع المثالي بحيث أنك تسمع الجمهور المغربي في المدرجات يعني كيما بغيتي يكون النوع ديالك الجسم ديالك يقشعر لديك بكل صراحة لأن تبوريشة تبوريشة الله يجازيك بخير وكتعطيك واحد دم جديد على أنك تبذل الجهود مضاعفة باش تسعد تلك الجماهير. أكيد هناك إبداع لدى الجماهير الأندية الوطنية نتمنى هذا الإبداع الموجود عندهم نفتح هذا القوس ينتقل لجمهور المنتخب الوطني يعني وان كانوا هما مغاربه ولكن جمهور المنتخب الوطني راه ما كاينش مازال هذه البدايه هذا ما يردد فقط اجيبوها الى الاولاد بعض الامور القليله جدا ولكن على مستوى اغاني واناشيد خاصه بالمنتخب الوطني لم نجد. نبقى في زغرب. زغرب نعرف جميعا ان رئيس الوزراء الكرواتي هو من حضر القمه هناك في موسكو ولم تحضر الرئيسه ولكن عاد الى زغرب على وجه السرعه وعقد مجلسا وزاريا سنتابع صوره. هذا المجلس الوزاري لم يعقد بالكوستيوم والجرافات وهذا ولكن عقد بقميص المنتخب الكرواتي فؤاد واعتقد ان لا حرج عليهم ان يرتدوا هذا القميص في مجلس الوزراء ما كاين لا تعليمات فيفا ما كاين دابا الفيفا لا يقدروا يديو كاس العالم يقدروا يلبسوه لسنه فهمتي وربما كاع يردوا يديروه يوم لا يوم وطني يوم وطني الى يداو كاس العالم راه بالنسبه لكرواتيا راه شيء كبير وكبير دليل على حجم الانجاز حجم الانجاز ودائما نقول راه الدول لانها ربما عانت كثيرا اولا عانت لانها كانت داخله في واحد الاطار ديال الاتحاد اليوغوسلافي السابق كما كنعرفوا صربيا وكرواتيا والبوسنه والهرسك والجبل الاسود وكوسوفو هاد الدول هذه اللي كانت كتشكل اليوغوسلافيا عانت كثيرا من تسلط الاتحاد السوفيتي لسنوات عديده هيمنه يعني الحكم السوفيتي ثم لما جات بغات تاخذ الاستقلال ديالها كتبت يعني احرف الاستقلال ديالها بدماء يعني الالاف والالاف من القتلى اذا ربما الحصول على هنا كاين واحد النزعه وطنيه اكثر بالنسبه للمقارنه بدول اخرى كاين واحد النزعه وطنيه يعني كان واحد الاحساس بالوطنيه ربما اكبر من ولما لا نقول أخرى. بان هذه الحكومه مثلا هشام الادريسي تلعب على هذا الوتر لانه نعلم اليوم ان الرياضه اصبحت محركا للاقتصاد يعني صحيح هم لم ينظموا كأس العالم ولكن فقط الفرحة بالتأهل لنهائي كأس العالم كم سيحفز الرعاة الشركات المواطن على العطاء بشكل عام يعني صحيح بعض البلدان والمدن نظمت تظاهرات رياضية كبرى من حجم كأس العالم الألعاب الأولمبية وازدهر اقتصادها بل منهم من كان على غرار المكسيك عام 86 يعني أمام إفلاس للدولة وليس فقط لشركات ومؤسسات وعادت تأهيل نفسها بقرض من صندوق النقد الدولي وكان هناك قفزة في الاقتصاد المكسيكي. اليوم كرواتيا قد تلعب على هذا الوتر لتبني مجدا تاريخيا وإن كان عبر بوابة كرة القدم. وفوز بكأس العالم غادي يخليها تعيش واحد ثورة يعني رياضية اقتصادية اجتماعية يعني في جميع منه وتنطلق من جديد إلى يعني الأضواء. فكنظن بأنه يعني ربما كرة القدم في كرواتيا هو المتنفس الوحيد لهذا يعني الجماهير وبالتالي يعني حتى وأنت تحس يعني بالحرمان ممكن يعني كرة القدم تخرجك من هذا الإحساس هذا ويعني توحد الغني والفقير كتشعر يعني بواحد الوحدة وهذه الوحدة هذه هي القوة ديال المنتخب كرواتيا. نعم. وكنظن بأن الدليل هو هذه الصور اللي شفناها ديال مجلس الوزراء يرتدي اللباس الوطني فهذا يظهر على أن هناك يعني تكاتف هناك تآلف من أجل أن تكون كرواتيا في القمة. وأيضا هناك درس كرواتي جاء عبر الرئيسة كوليندا صديقة فؤاد حين اعترض
عليها في لباسها أو لم يعترض صراحة، هو فقط دقق في قوانين المنظمة للفيفا. رئيس الكرواتية فؤاد، وبعد تقصي وبحث لأن هذا الموضوع أثر عدد كبير جدا من الناس، ذهبت بطائرة تجارية لأنه هي أصلا حين تولت رئاسة كرواتيا باعت الطائرة الرئاسية، هذا أول خبر. ثانيا ذهبت بطائرة تجارية مع المشجعين، اقتنت تذكرتها كأيها الناس ودخلت وجلست مع المشجعين، فإذا بميدفيديف رأها، وصل إلى معلوماتي أن رئيسة وزراء رئيسة كرواتيا موجودة بين المشجعين، فقام بالاتصال بها على الفور ودعوتها إلى المنصة الشرفية، فصعدت إلى المنصة ولبست هذه الجاكيت الحمراء فؤاد، ولكنها حافظت على تيشيرت المنتخب الكرواتي. هذه البساطة في التعامل تعطي نوعا ما أيضا دافعا أكثر وأكبر وحسا وطنيا أكبر بالنسبة للمواطن الكرواتي. بالفعل، فإذا كانت تفاصيل هذه الحكاية يعني عفوية فأكيد أنها ربما تجسد، حتى ما تكونش عفوية تجسد يعني أن دولة فتية ربما الكل يعني كما نقول يعني يدفع في نفس الاتجاه، سواء المسؤولين سواء الدبلوماسيين. أما إذا كان مفتعل فنعرف أن الرياضة اليوم تستخدم يعني ربما لتلميع صورة بعض الأنظمة، رغم أن الصورة الحقيقية تكون مخالفة، لكن يظهر أنه يعني هناك اعتراف على الأقل بأن اليوم الرياضيين ربما حققوا للدولة إشعاع ربما يعجز عنه الدبلوماسيون في بعض الأحيان. ربما يعني تنظيم كأس العالم أو تحقيق الفوز فيها ربما يختزل عليك 21 سنة 30 سنة من البروباغاندا والإشهارات لجلب، ربما خصوصا أنه بلد سياحي بامتياز، يعني كرواتيا من أجمل البلدان يعني على 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 البحر العربي المتوسط، لذلك ربما تحقيق هذا الفوز يختصر عليهم ربما سنوات. ونتذكر ربما تنظيم إسبانيا لمونديال 82 كان يعني قفزة نوعية من برشلونة للألعاب الأولمبية، أيضا كانت نقطة تحول في تاريخ هذه المدينة وجعلها تمنح الاقتصاد إسبانيا 40% من الناتج الإجمالي للإسبان. مشاهدينا مستمعينا الكرام، نذهب لفاصل قصير ثم نعود بعد لمتابعة بقية فقرات ساعة المونديال، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الأحباء، في الجزء الثاني من برنامج ساعة المونديال، وفيه نتطرق أيضا ليس فقط لكرواتيا، كرواتيا طويت صفحتها، ولكن هناك منتخب فرنسي آخر طوى صفحة مباراة الدور نصف النهائي هشام ولملم الصفوف، وهو يواصل الاستعدادات والتحضيرات على قدم وساق قيادة ديدي ديشون، والتصريحات القادمة من هنا وهناك كلها تقول بأن فرنسا أصبحت لا تجامل على الطريقة التي لا يفضلها فؤاد الحناوي في الندوات الصحفية، ولكنها أصبحت تصر وتقول نحن جئنا من أجل اللقب وليس شيء أقل من ذلك. ولما تحل يعني ساعة الحسم كيبقاش المجاملات تماما، كيبقى غير معقول. فكنظن بأنه المنتخب الفرنسي وصل إلى ما كان يصبو إليه هو المباراة النهائية، رغم أنه كان هذا طموح للاعبين، ولكن يبقى الواقع التي أحضرها يعني منتخب فرنسا في التعامل مع المباريات وكذلك ذكاء مدربه جعلته يعني طرفا يعني في مباراة نهائية يستحق أن يكون فيها. تعامل مع المباريات يعطيه يعني نسبة مئوية يعني زائدة على منتخب كرواتيا بحكم تواجد يعني خطوط متقاربة، حارس متمكن، دفاع يعني متماسك، وسط ميدان فعال، وهجوم يعني ناجع. فتنظن بأنه المنتخب الفرنسي حتى في تصريحات ديدي ديشون كيبان بأنه مركز أكثر على مباراة نهائية أكثر مما عاشه من أفراح يعني في مباراة النصف. نعم. وكذلك جماهير منتخب فرنسا كيبقى يعني أرضية الملعب هي اللي غادي تحكم شكون هو الفريق اللي يكون أكثر تركيز للتعامل مع الجزئيات البسيطة التي تكلمنا عنها طيلة هذا المونديال التي كان لها يعني الفيصل في تحديد مسار منتخبات للتأهل أو الإقصاء. نستمع لبول بوغبا، وسط نجم وسط دياكا، والذي تمنى أن يقضي عطلته الصيفية بأجواء مغايرة لتلك التي تلت خسارة نهائي اليورو قبل سنتين هناك في فرنسا. أمل ولا نخسر هذا النهائي وأن نحظى بإجازات جيدة بعد ذلك، فإجازتي بعد كأس أمم أوروبا 2016 لم تكن جيدة على الإطلاق، لم أستوعب الموضوع تماما حتى الآن. الآن أعرف طعم الهزيمة في النهائي وهو ليس طعما جيدا، هو مر جدا. لن نتعامل مع هذا النهائي كما تعاملنا مع نهائي اليورو بالتأكيد.
فؤاد، يعني من الأخطاء نتعلم، وأكيد كان هناك في نهائي اليورو أمام البرتغال دروس وعبر، حتى هناك من الأنصار من قال أن لو إعدت هذه المباراة 100 مرة لما انتصرت البرتغال. ولكن في العقل الباطني للسي بوغبا وهو يتحدث، ألا يؤكد أن هناك خوف من الكروات؟ يقول أتمنى ألا نخسر اللقاء لكي أقضي إجازتي بشكل مغاير لما قضيتها بعد نهائي اليورو. كين خوف، والخوف ضروري، من خاف نجا. نعم، هو ذاك الخوف الإيجابي، الضغط الإيجابي، لأنه كان ضغط سلبي وكان ضغط إيجابي، أنت كتعرف رأسك داخل مباراة نهائية. بالنسبة لربما الجيل من اللاعبين، ولكن هو قليل، عدد اللاعبين قلال اللي ربما تقدر تكون هذه تشكل آخر مباراة نهائية لهم، لأنهم يعدون على رؤوس أصابع كجيرو مثلا. لا، لكن هضر على اللاعبين اللي يقدروا يكونوا ما يكونوش دابا 4 سنوات، يعني فقط يعني اللاعبين الاخرين ربما عندهم فرصه انهم يمشوا لليورو القادم ويمشوا لكاس العالم القادمه نهائي، ولكن نهائي ربما كيجي مره في العمر ايضا، يعني ماشي شيء غير 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 مضمون. وبالنسبه لهذا الجيل، جيل اللي ربما كما ذكرنا متعود على ان لا سواء بوغبا لا فاران لا امتيتي لا غريزمان، هادو لاعبين اللي فازوا بكأس العالم الأقل من 19 سنة منذ 5 سنوات في 2013. إذن عندهم ديك، عارفين ديك الفرحة ديال الفوز بلقب عالمي، عاشوها، فبالتالي غيرغبوا أنها تتكرر. وربما الدرس أو الجراح ديال الهزيمة في نهائي 2016 أمام البرتغال جراح لم تندمل بعد بالنسبه للاعبين كاملين ديال المنتخب الفرنسي. ده بالنسبه لهما فرصه لرد الدين، لرد الاعتبار، وانهم ما يهدروش ديك المباراه النهائيه، خصوصا وانه في 2016 التخمينات تعطيهم 80% على اعتبار انهم كانوا يلعبوا في الميدان ديالهم امام الجمهور ديالهم، انتظروا المانيا اكثر وامام البرتغال اللي كان يعني ما كانش قدم عروض قويه. والاكيد ان تصريحات بول بوغبا، شفت التصريحات ديالو من بعد، يعني مباشره بعد المباراه ديال نصف النهائي أمام بلجيكا، قال نحن نفكر في المباراة النهائية، الفرحة ديال نصف النهائي لا تعنيني، أنا ما يعنيني وهو تحقيق اللقب في يوم الأحد القادم في ملعب لوجني. نعم هشام، يعني سنفتح بعد قليل صفحة الأطر الوطنية، ولكن بالنسبة لقمة الترتيب التي ستجمع بلجيكا وإنجلترا، المنتخب البلجيكي هو الآخر بكرته الجميلة يصر على الأقل مركز ثالث، وهذا بالنسبة لمارتينيز وأبنائه يعني مركز جيد بالنظر لمن خرج حتى من أول الأدوار وأبرز القائمة، يعني هناك على رأس القائمة المنتخب الألماني حامل اللقب. ممكن أصعب حالة يكون عليها اللاعب أنك تقصى في نصف نهائي ويعني يبعد عنك أن تلعب نهائي، حالة نفسية يعني جد محبطة ومعنويات يعني مهزوزة. فأعتقد بأنه يبقى يعني احتلال الصف الثالث فهو يعني في حد ذاته سيكون انتصار معنوي لهؤلاء اللاعبين. لا أحد كما جاء في تصريح المدربين معا يرغب في لعب هذه المباراة، لأن ربما تحصيل حاصل، ولكن يبقى لابد أن تلعب، وأعتقد بأن ستعاد مباراة أخرى لأن سبق ونلتقى في الدور الأول، وبالتالي فاز منتخب بلجيكا، ولكن كانت مباراة شكلية بالنسبة لهم في دور المجموعات، ويعني لم يكن أحد يهتم بالنسبة لهذا اللقاء لأنه كان يعني ربما كان يلعبوا للمركز الأول، وهذا ربما المسألة اللي كانت دخلوا بالبدلاء، وهذا هو التساؤل اللي طرحنا في تلك الفترة، يعني لما لعبوا كانت بلجيكا تجنب البرازيل، هذا لأن بلجيكا لو تجنبت يعني دخلت في طابلو ديفيسيل في فرنسا، في الأرجنتين، في الأوروغواي، في البرازيل، يعني إنجلترا مشات للطابلو الثاني اللي كانت فيه ربما إسبانيا هي اللي كانت قوة يعني كبيرة، ولكن تم إخراجها من طرف روسيا، فبالتالي الطريق أصبحت سالكة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي باش يمشي مثلا المباراة يعني النهائية، لكنه لم يحقق ذلك أمام المنتخب يعني الكرواتي. هنا كان يعني كانت سألوا على السبب على تفريط المنتخب يعني او الانجليزي، هو ربما دارها باش ما يمشيش يلعب مع البرازيل، يعني في نهايه المطاف بلجيكا فازت ومشات هذاك الطابور. ربما يعني كما تفضل سعيد قبل قليل في مداخلته، الاقتصاد في في في, في الموارد البشريه التي لديك من اجل ان يكون لديك نفس طويل للذهاب بعيدا. اذا ثم انا في نهايه المباراه الترتيب، يعني حتى في نهايه كاس افريقيا الامم، يعني البعض كيقول يعني يدعون لان التحد في هذا والغاء هذا المباراة، لأن ما كتستأثر بالاهتمام لا ديال المنتخبات يعني المشاركة، لا ديال الجمهور، لا ديال القنوات التلفزيونية، يعني ربما ترتيب كتبقى مباراة ربما شكلية 100%، وبالتالي ما عرفوش نتفرجوا فيها ولا لا.
نتفرج فيها. سيكون طبق كروي شهي أكيد بين الإنجليز وأيضا الشياطين الحمر. إذن مشاهدينا مستمعينا، من ستانسلاف تشيرتشوف مدرب المنتخب الروسي مرورا بديدي ديشان ربان الديك الفرنسي وصولا لدالاتش القائد الكرواتي، مجد للمدرب المحلي خطة في أرض الدب الروسي. في المقابل فشل الأجنبي في تجاوز ثاني الأدوار باستثناء واحد سجله الإسباني مارتينيز مع المنتخب البلجيكي. منتخبات المونديال اعتمدت على ابن الدار، فكان الجزاء تجاوز للأدوار الواحدة والآخر وصولا لمنصة التتويج سواء تعلق الأمر بديشون أو دالش. مزيد من التفاصيل نتابع في تقرير للزميل عبدالله جعفري. مطرب الحي لا يطرب ولا يكرم المرء في بيته، أمثلة اعتدنا عليها ونحن نتحدث عن ابن الدار في كل مسار في كرة القدم أو غيرها. اليوم تقدم للأمم دروس وعبر عبر مونديال الدب الروسي بإبداع محلي خطت حروفه في موسكو، سان بيترسبورغ، سوتشي وكالينينغراد. أسماء وطنية تفتح أبواب التألق واللمعان رفقة أبناء جلدتها لتؤكد أن اللجوء لأهل الدار في أي رهان قد يؤتي أكله ماسا ذهبا وفضة. أبطال الحكاية في أرض القياصرة كثر، فكبار العالم أو أسياده في عالم المستديرة طبعا لا يثقون في الأجنبي، بل يعتبرون التعاقد معه خذلان لمنتوج وطني، ينظرون للاستيراد بعين الناقد ما دام ابن البيت على الخلق والإبداع قادر. لنبدأ من أين انتهى فرسان المونديال من مربع الكبار، وفيه فرنسا بقيادة ديدي ديشان تصل للنهائي الحلم بعد عبور آمن لمحطة بلجيكا. ديشان العميد في مونديال فرنسا فشل في امتحان البرتغال بالديار، ولكنه اليوم قد يمنح الديك اللقب العالمي الثاني وعلى أرض الدب الروسي. بطل حكاية نهائي المونديال الثاني جاء من كرواتيا، وإن كان تاريخ الميلاد يؤرخ لأرض البوسنة والهرسك حيث فيها رسمت ملامح الفداء وحب الانتماء لأرض رويت ليس ببعيد بدماء أبنائها وبناتها بعد حرب شرسة لم تبقي ولم تذر. من تلك الأرض خرج زلاتكو داليتش وانطلق يخط مسيرة نجاح مع الأندية والمنتخبات، وأبرز المحطات قيادة العين الإماراتي والمنتخب الأولمبي الكرواتي، المحطة التي فتحت له أبواب العودة لعرين الكروات. فعلى بعد أشهر من انطلاق المونديال لبى دعوة الأنيق سكر، وهو يدخل التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن أوصل مودريتش والرفاق للمباراة النهائية محققا الإعجاز وليس الإنجاز. الطرف الثالث في المربع الذهبي كان المنتخب الإنجليزي. أبناء البريمير ليج جاءوا تحت قيادة ربان الصغار أي الفئات العمرية في أرض الإمبراطورية. جاءوا بشاب يدعى غاريت ساوثغيت، في حوزته سنوات عمر قليلة لكن بتجربة كبيرة خطها مع شباب إنجلترا. ساوثغيت لم ينهزم مع الأسود سوى في مناسبتين، وقد نراه يصعد في قطر لمنصة استعصت في موسكو. في مربع الكبار شذت بلجيكا عن القاعدة، حيث استعانت بعد رحيل فيلموتس المواطن بالإسباني روبرتو مارتينيز. الرجل لم يخيب الظن وكان أفضل من مواطنه فرناندو يرو الذي ودع المونديال من ثاني الأدوار رفقة لاروخا، في استثناء لا يقص عليه لمدى نجاعة ابن الدار مع منتخب بلاده. بلغة الأرقام 32 منتخبا حطوا الرحال في روسيا، 19 منهم وثقوا في المدرب المحلي وتجاوز 11 منهم الدور الأول بنجاح. في المقابل 13 منتخبا أثروا الاعتماد على الأجنبي، 5 فشلوا في مواصلة المشوار وودعوا من ثاني الأدوار، تاركين بلجيكا تصارع بالإسباني مارتينيز. هي حكاية تتجدد مع كل مسابقة كروية، ولأكيد فيها أن تطور اللاعب يواكبه تطور للمدرب، فكرة القدم كل لا يتجزأ، وكما قال قائل ويل لأمة تأكل مما لا تزرع. ويل لأمة تأكل مما لا تزرع، والأمم التي أكلت مما لا تزرع هناك سعيد في مونديال روسيا كانت 13 أمة إن صح التعبير، أو 13 دولة أخذت مدربا أجنبيا لكي يقود سفينة منتخب بلادها، ولكن هؤلاء ودعوا من الدور الأول تباعا، باستثناء أكيد مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي الذي وصل لأعلى المراتب ألا وهو مربع الكبار. اليوم هل يعني الإطار الوطني في هذه المنتخبات التي تتألق وتعملق حاجة ملحة،
أم أن مسألة التدريب لا تؤمن بالجنسيات ولا تؤمن بالهوية ولا الحدود؟ بالفعل الكفاءة يعني لا تتعلق بالجواز أو انتماءه إلى هذا البلد أو ذاك، أين يدرب؟ تنظن حتى يعني هذه الأرقام هي نسبية، لأنه من 19 مواطن يعني 11 عدوا الدور الأول، ومن 13 أجنبي 8 عدوا الأول، حتى النسب يعني متقاربة. فتنظن أنها ربما دي سيركونستانس تجتمع عند هذا المدرب أو ذاك في منتخب، سواء تعلق الأمر منتخب بلده أو منتخب أجنبي، وأسباب النجاح تتكون في إمكانية اللاعبين، لأنه هو المكون الأول ديال النجاح في كرة القدم. يعني حتى الأمم الكبيرة في كرة القدم عندها ثقافة أن المدرب يكون وطني، تيكون عندهم من العيب أن دولة عظيمة بحال ألمانيا وهذا تستعن بمدرب أجنبي. هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم. استعانت بكابيلو مثلا يعني فترة من الفترات، يعني فترة سنتين، وكانت هناك حملة من الانتقادات واسعة يعني للكرة الإنجليزية لا توجد إنجلترا. كان حدث تاريخي هذا، كأنه استعانوا بمدرب. ولكن الملفت للانتباه أيضا يعني، وسنتطرق لهذا الموضوع، أن هناك عدد كبير جدا من المدربين جاء لتدريب المنتخب الأول من الفئات الصغرى، ينطبق على داليتش وينطبق على ساوثغيت مع المنتخب الإنجليزي فؤاد. يعني هناك أناس لا يؤمنون مثلا بالصدفة أو بإنزال من علي، تشاهد هذا المدرب يوم غد يقول لك تعاقدنا معاه، منين جا كيفاش جا، مطابق للمدرسة ديالك أم غير ذلك. وأيضا حتى على مستوى المدربين الأجانب الذين نشاهدهم، هم مع أمم كروية مع كل احترام والتقدير، يعني صحيح تتوفر على نجوم ولكن ليس لديها إنجازات على مستوى المونديال كمسابقة. وبالتالي نرى المدرسة الفرنسية حاضرة، نرى المدرسة الأرجنتينية حاضرة في عدد من دول الكونكاكاف أو أمريكا الجنوبية، نرى في المدرسة الأفريقية كيكون المنتخبات الأفريقية أكيد أطر فرنسية وألمانية وبلجيكية في بعض الأحيان. هذه هي المنتخبات التي تستعين بالأجنبي، يعني ما تقول فرنسا جيب شي واحد غير فرنسي ولا الإسبانية شي إطار غير إسباني، ستقوم القائمة هنا. شي ستيف حتى فرنسا قائمت القائمة لما جابوا مدرب اللي ما داخلش في المنظومة ديال الجامعة الفرنسية لكرة القدم باش يدرب المنتخب الفرنسي، اللي كان هو جاك سانتيني. جاك سانتيني فاش كان جا المنتخب الفرنسي، لأنه كان فريق ليون وجابوه، وكان الصحافة الفرنسية ما استصغتش وما هضماتش أن يجي وخوة فرنسي مدرب فرنسي. ولعلاش؟ لأن دائما فرنسا كان الناخب كان كيجي من لا ديريكسيون تكنيك، وكيكون ديجا اشتغل يعني مع منتخبات صغيرة، كان كمراقب المباريات. لما ناخذوا إيمي جاكي اللي كان مثلا هو اللي قاد فرنسا اللقب ديال الوحيد، كان مدرب كيراقب المباريات مع جيراوي، ما كانش مدرب يعني بالمفهوم ديال المدرب، كان في الإدارة التقنية كان كيراقب المباريات الجيراويه. ولما جات النكسه ديال المباراه التاهيليه للكاس العالم 94 امام بلغاريا والهزيمه التاريخيه في ملعب حديقه امراء في باريس بهدفين لواحد، هدف اللاعب كوستادينوف دقيقه 93 اللي يعني حطم ودمر امل فرنسا في تاهل كاس العالم، فجابوا ايمي جاكي كالمنقذ فقط في حالة الطوارئ، ولكن مشى مع المنتخب وحقق اللقب. نفس الشيء شكون اللي جا من بعد ايمي جاكي؟ جا روجي لومير اللي كان المساعد ديالو. فهنا كيفاش كان لما مشى روجي لومير شكون اللي جا؟ جا دومينيك اللي كان كيشرف على المدرب ديال المنتخب ديال اقل من 23 سنه. يعني ثم بعد ذلك فاش جا سانتيني تما فرقه. اذا كنقولوا ان فرنسا مثلا دائما المدرب اللي ترعرع في يعني مع الفريق، اللي عاش مع الفريق، اللي عارف الفرق الصغرى، عارف اللاعبين، عنده نظرة مواكب النهج التكتيكي إلى غير ذلك. فهذا هو اللي ربما يعني لبنة لبنة النجاح. الملفت للانتباه سي هشام، وأعطينا المثل بمارتينيز، وأعطينا المثل أيضا بساوثغيت وأيضا دالتش، أن هذه الأسماء يعني سكر حين يعين دالتش. ما هو مسار هذا المدرب؟ مدرب لم يدرب إلا بالصدفة كما قلنا هناك في العين الإماراتي، انتقل للفيصل السعودي على ما أعتقد، عاد إلى كرواتيا لمدة 4 أو 5 سنوات في تدريب للمنتخب الأولمبي، بعد ذلك من الأولمبي استعان به ووضعه ليس يعني من شهر 10 اللي فات، يعني عنده يلا 6-7 أشهر على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الكرواتي، ولكن حيت عنده رئيس اتحاد سميتو سكر اللي مدوس كورة كيفهم كيعرف التقنيات وآليات العمل اللي كيخدم فيها هاد دالتش، وجابوها هو فيناليست في كأس العالم. لأن أولا هاد المدربون هادو كلهم مارسوا على أعلى مستوى، لعبوا للمنتخبات، تراكموا تجارب كلاعبين، ثم هناك فترة تكوينية ثم أصبحوا مدربون. أنت في حاجة لمن يضع فيك الثقة،
هذا اللي غيوضع فيك الثقة، إنسان مارس هو الآخر كرة القدم ويعرف يعني فكر كل واحد. أعتقد بأنه هاد المدربون مارس راك النجم من نجوم القدم العالمية الممارسة مع الممارسة فما بالك إذا كان نجم ممارسة يعني كنقول بأنه يعني هاد الناس الأمور اسمح لي بالمقاطعة، الأمور لا تقتصر على كرواتيا، الأمور ألمانيا لك فيها ما أردت أن تقول، فرنسا مع بلاتيني قبل أن يتولى رحلة الأوروبي، 8 ديال المنتخبات اللي تأهلوا للربع، 7 ديال المدربين أبناء البلد، 7 ديال المدربين مارسوا على أعلى مستوى وخذوا المنتخبات، منهم من هو في يعني مقتبل العمر في ميدان التدريب. في تاريخ كأس العالم كل الدول التي حازت على كأس العالم المدربون هم أبناء البلد، ولا مدرب أجنبي دا كأس العالم مع منتخب تاريخ منذ بداية كأس العالم إلى يومنا هذا. هذا كيدر بأن هناك مسألة ثقافة، مسألة العلاقة، مسألة يعني التعامل، مسألة يعني كتشوف الحركات التي يقوموا بعض المدربين مع لاعبيهم، يعني تستطيع أن يعني تعطيك واحد فكرة على أنه يعني ما بقاش غير كرة القدم غير على الملعب، ولكن خارج الملعب والتعامل مع اللاعب كيعطيك فرصة أنك تلقى واحد اللحمة اللي تعطيك نتائج وتدي بها القدم. صحيح، موضوع شائك وربما يحتاج إلى أكثر من حلقة للنقاش، ولكن نفتح صفحة جديدة أخرى تتعلق بموضوع آخر وإن كان أيضا من المبكر الحديث عنه، ويتعلق الأمر بقطر التي ستستلم مشعل المونديال. إذا أيام قليلة مشاهدينا مستمعينا ويزدل الستار على فعاليات المونديال لتتسلم لما قطر المشعل تمهيدا لاحتضانها لنسخة 2022. الزميل جلال بوزرار التقى بخالد النعمة الناطق رسمي باسم اللجنة المنظمة لمونديال قطر وأجرى معه هذا الحوار حول الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث الرياضي الكوني والتجارب التي راكمتها الدوحة من خلال نسختي البرازيل وروسيا. أعتقد أن الحلم منذ 2 ديسمبر 2010 تحول إلى حقيقة، نحن ماضين في خطط حثيثة نحو استضافة ناجحة بإذن الله لبطولة كأس العالم 2022، تخللها زيارات عديدة لعديد الفعاليات الرياضية حول العالم منذ 2014 بداء من كأس العالم في البرازيل، سبقها طبعا أيضا بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا قبل فوزنا بشرف الاستضافة، بطولات أمم أوروبا، والآن تتوج ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا التي تعتبر اختبار حقيقي وقد يكون أخير قبل استضافة العالم العربي للمرة الأولى بطولة كأس العالم في قطر. التجربة كانت ثرية وغنية جدا، أوفدنا أكثر من 180 موظف من مختلف القطاعات العاملة في مشروع كأس العالم في قطر، ليس فقط من اللجنة العليا من شرعي والإرث، من مشاريع المواصلات، المشاريع الأمنية وخلافه. أعتقد بأن التجربة ناجحة بكل المقاييس هنا في روسيا، وكان مفيد جدا بالنسبة لنا الاطلاع على هذا النموذج الناجح، وإن شاء الله نحاول مع إخوتنا العرب في تنظيم نسخة مماثلة إن لم تكن أفضل بحول الله. الاستفادة عديدة، لدينا أكثر من موفد في عدد كثير من القطاعات المرتبطة بتنظيم حدث بقيمة بطولة كأس العالم. أنا شخصيا كنت منتدب إلى الاتحاد الدولي في العمليات الإعلامية بحكم أنه هو مجال تخصصي، هناك أيضا في كبار الشخصيات والبروتوكول، الجوانب الأمنية، المواصلات، الجانب السياحي. أعتقد بأن جانب الجميع هنا في موسكو التمس يعني تميزا فيه كان جانب تجربة الجماهير. أعتقد بأن كثير من الجماهير كانوا يعني قدموا إلى روسيا بانطباع مسبق، أعتقد بأنهم انصدموا حقيقة بمدى روعة البلد، بمدى ثراء التجربة. ذهبت شخصيا إلى مناطق الجماهير المختلفة، الشعب الروسي متحمس متوحد حول إبراز روسيا بصورة يعني مميزة، وأعتقد بأنه نفس الشعور ونفس الطموح ونفس الدافع الذي نملكه في دولة قطر. أعتقد أن الجماهير بشكل عام يجب أن يتقبلوا أحياناً التغيير. من المعتاد أن تنظم البطولات يمكن في دول معروفة إن كان في غرب أوروبا أو حتى في أمريكا الشمالية، لكن أعتقد بأن هذه التجربة جديرة بالدراسة. أعتقد بأن الصورة النمطية التي كانت معروفة عن روسيا كسرت وهمشت يعني بمجرد وصول الزائر، وأعتقد بأن هذه تؤكد على أهمية استضافة بطولة كأس العالم في بطولة قد تتسم في السنوات الأخيرة بعدم الاستقرار سياسياً ألا وهي المنطقة العربية، لكن هي فرصة حقيقية لنا جميعا لأن نستعرض الجوانب المشرقة من حضارتنا وثقافتنا العربية.
نحن ننتظر هذه اللحظة بكل يعني صبر وحماس في نفس الوقت. هي نفس اللحظة التي كنا ننتظرها جميعا في 2 ديسمبر 2010 عندما أعلن عن فوز قطر. أعتقد بأننا نحن وأيضا كافة الشعوب العربية تنتظر هذه اللحظة، إبان صافرة نهاية بطولة كأس العالم هنا في روسيا، ومنها تنطلق الانطلاقة الحقيقية لبطولة قطر 2022. نحن متحمسون كثيرا لاستضافة إخوتنا العرب وأيضا لفتح ذروعنا أيضا لمساهماتهم. من الضروري بالنسبة لنا والمهم في دولة قطر أن نستعرض الكوادر العربية، ليست فقط القطرية. نحن بلدان نعمر بطاقات شابة وكوادر متميزة في كافة القطاعات، آن لها أن تبرز أمام أنظار العالم. إذن سعيد، عملت في قطر وكما نستمع يعني للسيد خالد النعمة يتحدث بثقة، وأيضا هناك تجارب روسيا وأيضا البرازيل في المونديال إفاد عناصر من قطر لأخذ الخبرات، أخذ التجارب وأيضا تطبيقها على أرض الواقع قبل مونديال 2022. بالفعل يعني تحدي كبير بالنسبة لدولة صغيرة وفتية جدا. يعني هناك صحيح أن هناك تنظيمات لبطولات عالمية في مختلف الرياضات يعني، لكن بالإضافة لذلك يتم ربما استفادة من تنظيمات دول أخرى. أيضا هناك عمل كبير على مستوى الموارد البشرية سواء للمقيمين ذوي جنسيات عربية خصوصا أو المواطنين، فهناك عمل كبير، لكن أظن أن الخبرات تراكمت في دولة قطر لإنجاح ربما التظاهر يعني. أكيد، ونما يتحدث عن الاستفادة من الخبرات العربية، وهذا أيضا سيكون عامل مؤثر لأنه لدينا عدد كبير جدا من الكوادر سواء في الاتحاد الآسيوي أو حتى في الاتحاد الأفريقي، ويعرفون تفاصيل المسابقات الرياضية العالمية الكبرى. مشاهدينا مستمعينا على أثير ميديان، بهذا نصل لختام حلقة اليوم. نشكركم على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا يوم غد. أما أنتم متابعين على صفحة ميديان تي في على الفيسبوك، فسنلقاكم بعد فاصل قصير لمناقشة ما تبقى من موضوعات في ساعة المونديال، فكونوا في موعد.